في فيديو اليوم سنشرح كيفية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي بطريقتين، إما عن طريق بحث جوجل مباشرة أو عن طريق برنامج الرسام مايكروسوفت بينت مباشرة من الويندوز، والطريقتين حصري على القناة ولن تجدهم مشروحين في أي مكان آخر. وبالفعل أنتوا سمعتوا صح، برنامج الرسام الذي نادرا ما نستخدمه الآن ممكن استخدامه في توليد الصور مثل ميدجيرني أو ليوناردو، وأيضا إزالة الخلفية من الصور بشكل احترافي. الطريقتين في مرحلة التجربة أو بيتا من مايكروسوفت وجوجل، لذلك طريقة الاشتراك غير مباشرة وتحتاج بعض الخطوات، فإذا كنت تريد تجربتهم تابع معايا الفيديو للنهاية. كل الصور الظاهرة أمامكم على الشاشة تم توليدها باستخدام الطرق المشروحة في الفيديو. قبل بداية الفيديو بفكركم بالاشتراك واللايك والشير، لأن ده بيساعدنا على الاستمرار في تطوير المحتوى للأفضل. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول طريقة معنا النهاردة وهي توليد الصور بالذكاء الاصطناعي عن طريق بحث جوجل مباشرة، وده ببساطة أنت هتكتب لجوجل الصورة اللي أنت عايزها في برومبت وهو هيولد لك الصورة دي بالذكاء الاصطناعي. طريقة الاشتراك في الخدمة مش مباشرة قوي لأنها مش متاحة لكل الناس، فيفضل تتابعوا طريقة الاشتراك. ندخل على الموقع اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه ده labs.google.com، وبعدين ندوس انتر، وده ببساطه موقع من جوجل بتتيح عن طريقه لبعض المستخدمين تجربه بعض المنتجات المستقبليه ليها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. هنزل تحت اضغط هنا على الزرار ده، اول ما تدخل هيطلب منك التسجيل بحسابك في جيميل، ولكن بعد التسجيل هتطلع لك الشاشه دي Search Labs isn't available in your account right now، يعني الخدمه دي ببساطه مش متاحه ليك، ده لانها متاحه فقط لليوزرز او المستخدمين اللي في امريكا. ممكن التغلب على المشكلة دي ببساطة عن طريق استخدام أي برنامج VPN يبين أن أنا داخل أو فاتح الصفحة من أمريكا. فكل اللي هنعمله أن احنا هندوس على علامة البازل دي، وبعدين أضغط على Manage Extensions، وبعدين أضغط هنا على كروم ويب ستور، يفتح لي المتجر الخاص بكروم. هنا في البحث أكتب الكلمة دي أو سك، وبعدين أختار أول نتيجة هتطلع لي على الشاشة، أضغط عليها كده. أنا بالفعل عمل لها تثبيت. الجزء اللي جاي ده مهم جدا، بعد ما عملت تثبيت للأداة هضغط على علامة البازل دي، وبعدين أضغط على العلامة دي علشان أثبت الأداة في شريط الأدوات فوق هنا كده، وبعدين أضغط على التلات نقط دول وأقول له Manage Extension، ومن هنا أختار Allow in Incognito، أو بمعنى أدق ان انا بخلي اداة الفي بي ان دي تشتغل في متصفح الخفي، لان المميزات دي من جوجل مش هتشتغل غير بمتصفح خفي مع في بي ان. طبعا بنضطر نلجأ لكل الخطوات دي الى ان يتم الاصدار الرسمي من جوجل لهذه المميزات على بحث جوجل. ارجع تاني بقى على الصفحة بتاعت سيرش لابس او جوجل لابس، وبعدين اضغط على الاداة. طبعا انت لو عندك اي برنامج في بي ان تاني ممكن تستخدمه. هضغط على الزرار ده اخليه اون، واتاكد ان هو معلم لي على يونايتد ستيتس او امريكا. وانا في الصفحه هدوس ريفرش او اف 5، هتطلع لنا الصفحه السريه الجميله دي، ونقوم بتفعيل الاربع خصائص دول عشان خاصيه الاس جي اي تشتغل معانا اللي هي سيرش جنريتيف اكسبيرينس من جوجل. اضغط على الزرار ده. المميزات دي من جوجل هدفها هو تحسين تجربه المستخدم في بحث جوجل عن طريق إضافة بعض خصائص للذكاء الاصطناعي. بعد تفعيل هذه المميزات علشان استخدمها هدوس بقى على التلات نقط دول وأقول له New Incognito Window، وبعدين أدخل على google.com وأتأكد أن أنا داخل بحساب الجيميل أكاونت بتاعي اللي أنا فعلت عليه هذه المميزات. أيضا هلاقي العلامة دي بقت موجودة عندي كتجربة. مثلا لو كتبنا هنا What are the best phones في 2023، هلاقي ان الجزئية اللي فوق دي من سيرش جوجل زادت عندي، وابتدى ان هو يطلع لي معلومات اكتر عن السؤال اللي انا سألته، جاب لي افضل التليفونات مترتبة ومعلومات اكتر عنها عن كل تليفون، وشوية نصايح كده ممكن تتبعها لو انت بتشتري تليفون جديد. طبعا هو مش كل الاسئلة بيعمل عليها الخاصية دي، هو بيعمل كده بس في الحاجات اللي هو يقدر يديك فيها معلومات اضافية في البحث. من احد هذه الخصائص الجديدة ان انا ممكن اولد الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي. فانا لو جيت في البحث هنا كده وكتبت له برومبت زي ما انا بكتب في اي اداة لرسم الصور بالذكاء الاصطناعي عادية، كتبت له create an image of elephant sitting in a restaurant eating pizza، فيل يجلس في مطعم بياكل بيتزا مثلا يعني، وبعدين ندوس انتر، هيبتدي ان هو في الجزئية دي يحاول ان هو يعمل لي الصور. طبعا انا ما خرجتش بره بحث جوجل، زي ما انت شايفين عمل لي اربع صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للبرومبت اللي انا كتبته. ايضا لو دوست على اي صورة منهم ممكن لو نزلت تحت كده اقول له اكسبورت عشان اعمل داونلود، او ممكن اقول له ايديت هيفتح لي بقى النافذة الجديدة دي. فلو اخترت اي صورة منهم، نفترض مثلا الصورة دي، ودوست على العلامة دي كده، المفروض ان هو هيحاول ان هو يحسن البرومبت اللي انا كاتبه. زي ما انت شايفين كده ايه، البرومبت بقى واخد نفس المعنى بس هو اضاف له كلام اكتر بحيث ان الصورة تطلع
أحسن. لو قلت له جنريت بعد ما كتبنا البرومبت الجديد، فابتدى إن هو طلع لي 4 صور تانيين. لو جربت نفس الكلام على صورة تانية برضه هيطلع لي برومبت جديد، وأقول له جنريت إيمج زي ما أنت شايفين دي الصور اللي طلعها لي. لو خدنا مثلا أي صورة منهم زي الصورة دي مثلا، وبعدين جيت قلت له إكسبورت وبعدين داونلود، فده شكل الصورة بالحجم الطبيعي زي ما انت شايفين، الجودة عالية. ملاحظة مهمة جدا حابب اقولها، ان البرومبت بتاعك لازم يبتدي بكلمة create an image، يعني بتدي له امر ان هو يعمل صورة، غير كده هو هيعتبر الكلام بتاعك ده سيرش عادي ومش هيعمل لك صورة. هنا مثلا دي تجربة تالتة في اللوجوهات، قلت له create an image of logo of AI and technology YouTube channel، عايز لوجو لقناة يوتيوب بتتكلم عن الـ AI، ده البحث العادي ودي الصور اللي هو بيعملها. ولو جيت مثلا اخترت دي وجيت قلت له edit، وبعدين نحاول نعدل في البرومبت شوية وجنريت تاني، ابتدى والله ان هو يطلع نتائج مش بطالة. يعني ده مثلا يعتبر حاجة كويسة جدا، ودي بعض الامثلة للصور اللي حصلت عليها عن طريق توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من جوجل. في بعضها امثلة جيدة جدا زي المثال ده كده مثلا، وايضا المثال ده. طبعا الخاصية دي لازالت تحت التجربة من جوجل، وهي متاحة في قائمة البلدان اللي انتوا شايفينها قدامكم دي على الشاشة. للأسف مفيش منهم اي بلد عربي، لكن الطريقة اللي شرحناها في الفيديو هتتيح لك انك تجرب هذه الخاصية الى ان يتم اطلاقها بشكل رسمي. كمان الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي عن طريق جوجل ملهاش حدود استخدام ومجانية تماما. الطريقة التانية اللي هنشرحها النهاردة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي هتكون عن طريق برنامج الرسام أو مايكروسوفت بينت الموجود مع ويندوز 11. وبهذه الطريقة يمكنك توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مباشرة من الويندوز وعن طريق موديل دال إي من برنامج الرسام أو مايكروسوفت بينت. التحديث ده لسه جديد ومايكروسوفت لسه منزلاه، عشان كده مفيش ناس كتير بتتكلم عليه، ودي حاجة اسمها كو كرييتور أبديت. لازم علشان يكون عندك تتأكد إن أنت عامل تحديث لنسخة الويندوز 11 عندك لآخر إصدار رسمي من مايكروسوفت. لو ضغطنا على ستارت وكتبنا بينت وفتحنا برنامج الرسام، هنلاقي إن مفيش فيه أي حاجة بتدل على عمل صور بالذكاء الاصطناعي، وده لأن الميزة دي برضو متاحة فقط للمستخدمين في أمريكا. ولكن إحنا نقدر نستخدمها لو قفلنا برنامج الرسام كده وبعدين فتحنا من قائمة ستارت، ضغطنا على إعدادات الويندوز. طبعا لازم نتأكد إن إحنا عندنا حساب على مايكروسوفت على هوت ميل أو الأوتلوك، وبعدين في البحث هنا هكتب country star change your country or region. هنا أنا عامل الدولة مصر، فهنعملها أمريكا أو United States بهذا الشكل. بعد ذلك هفتح برنامج البينت عادي جدا، لو ضغطت عليه كده هلاقي إن بقى في اختيار جديد اسمه كو كرييتور. لو أنا أول مرة بفتحه هدوس عليه زي ما انتم شايفين كده، دي حاجة لسه تحت التجربة، فهو بيقول لي جيت ايرلي اكسس وجوين الويتنج ليست او قائمة الانتظار، فانا هقول له تمام. بعدها بيتيح لك استخدام الاداة زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى نجرب نديله برومبت. كتبت مثلا هنا بورتري اوف ارابيك اولد مان، ما عملش اي حاجة، وبعدين بقول له كرييت. زي ما انتم شايفين امثلة الصور اللي طلعت لي حاجة في منتهى الدقة والجمال، وكل ده من برومبت قصير جدا كتبته. لو انا حابب احفظ اي صورة منهم عندي على الجهاز بدوس على الـ3 نقط دول واقول له سيف ايمج، وزي ما انت شايفين جودة الصورة بحجمها الطبيعي وكمية التفاصيل اللي فيها دقيقة وجميلة ازاي. خلونا مثلا نجرب برومبت تاني ولكن مع تغيير الستايل. هنا انا عندي هنا اكتر من ستايل، ممكن مثلا نجرب فوتو رياليستيك ده وبعدين نقول له كرييت. ودول الـ3 صور اللي طلعوا لي، جودة الصور اللي بتطلع هنا طبعا افضل من جوجل بمراحل. خلونا كمثال للمقارنة هنستخدم نفس البرومبت اللي استخدمناه لعمل اللوجو مع جوجل. هنغير دي هنا مثلا نخليها ديجيتال ارت وبعدين كرييت. طبعا الجميل في الطريقتين انك هتقدر تستخدمهم من الويندوز على طول او من بحث جوجل على طول بدون اللجوء لاي مصادر خارجية، فطبعا سهولة وسرعة. وده شكل اللوجوهات، جميلة جدا طبعا. ايضا احد مميزات هذه النسخة من برنامج الرسام ان هو يقدر يزيل الخلفية، يعني لو عندنا صورة زي دي، ايضا الصورة دي مولدة ببرنامج الرسام بالذكاء الاصطناعي، ندوس على الزرار الصغير ده ريموف باك جراوند، وزي ما انت شايفين شال لي الخلفية بمنتهى الاحترافية. ممكن بقى من هنا كده ادوس على اداة كروب عشان اعمل كروب للصورة، وبعدين اقول له فايل سيف از بي ان جي بيكتشر علشان
أحفظ الصورة دي من غير خلفية. الخاصية دي بتعطيك 50 كريدت للتجربة لكن غير معلوم هم بيجددوا إمتى، ولكن مايكروسوفت مش قايلة في حتة إذا كانت الخاصية دي بفلوس أو هتبقى بفلوس في المستقبل. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة، أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لأن ده بيساعدنا لتطوير المحتوى للأفضل، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.